بفضل الرؤية المستنيرة والمنفتحة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، نجحت مملكة البحرين في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي كمركز عالمي لتعزيز ثقافة السلام والانفتاح والتعايش بين الثقافات المختلفة، حيث تنطلق هذه المكانة من قاعدة صلبة تتمثل في التاريخ العريق لمملكة البحرين والإرث الحضاري القائم على احترام حقوق الإنسان ودعم المفاهيم الحضارية في التعددية والتقارب بالإنساني بين شعوب العالم. مقتدين بالآباء والأجداد في نشر روح التعايش والمحبة والتسامح بين جميع أبناء هذه الأرض الطيبة. عرفت البحرين على مختلف الأزمنة ببلد السلام والمحبة، فمنذ أن كانت دلمن أرض الحياة وصفتها الأساطير السومرية بأنها أرض الخلود، لذا فإن التعايش والسلام يشكلان رابطان أخلاقيان تم اكتسابهما بالفطرة بين أفراد شعب مملكة البحرين. ومنذ تولي الخليفة الكرام الحكم والمملكة تنعم بالأمن والاستقرار، لتواصل المملكة سيرتها وصفتها بأنها بلد الكرام والأمن والسلام ونبراسا للتعايش السلمي العالمي، حيث تحتضن جميع الأديان والأعراق والثقافات حتى باتت اليوم رمزا لهذا التعايش. التعايش بين الشعوب والتسامح بين الأديان وتقبل الآخر هي لغة وثقافة العصر القادم، ولقد نجحت مملكة البحرين في التواجد الدولي الرائد في هذا المجال وعبر عمل مؤسسي ونهج مدروس، فمع صدور الأمر الملكي السامي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، أصبح المركز يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه المبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام. الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى وتطلع جلالته الدائم لمستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً لجميع بني البشر، مستنداً في ذلك على قيم إنسانية نبيلة أساسها التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية والتنوع الثقافي، مكن البحرين في أن تكون نموذجاً يحتذى به عالمياً في إرساء ملامح السلام المنشود للعالم.